قطعنا ما يقارب 10 كيلومترات باتجاه مناطق شمال مدينة الرمادي إلى منطقة نائية تعرف بالجمعية التي باتت تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية، فلا توجد كهرباء ولا طرق معبدة مع افتقارها إلى باقي الخدمات الأخرى. أنا من هذه المنطقة، منطقة الجمعية التابعة للبعيثة بالجزيرة، تبعد عن الرمادي 10 كيلومتر. نعاني من طريق مبلط، ما عندنا خدمات أخرى مثل الكهرباء، تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية. الخدمات الأساسية من طريق معبد ما بيها، إسالة مال مي ما بيها، تحسين شبكة كهرباء، الشبكة الكهربائية متهالكة، يعني من الثمانينات تأسست، والأعمدة والأسلاك كلها تعبانة. الأهالي في منطقة الجمعية شمال الرمادي ناشدوا عبر التغيير الحكومة المحلية بتوفير مركز صحي والمياه الصالحة للشرب مع باقي الخدمات إسوة بباقي المناطق الأخرى. ليش منطقة الجمعية اللي بالجزيرة لا ماء، هاي باوع الماي وسخ، المستوصيف ماكو، صير عندك مريض ساعة كاملة توصل المستشفى، تبليط ظلت ماكو، هاي شوفت عينك، الماي قاعد نشرب ماي وسخ، نريد أحد يداعينا، أحد يطلع لنا، يعني ليش إحنا مهمولين؟ الماي ما يصلنا بصورة صحيحة، يعني من البعاثة للجمعية، إيش قد يديرها؟ ديرها ساعتين، ما يلحقن يوصل يطب لنا قبل لا يطبون هو مطفيها، إحنا ما المقطورة مال المي تنكر نشتري ب25,000. رغم ماساة هذه المنطقة لكن أحدا لم يعيرها أهمية، حيث عجزوا عن مناشدات الجهات المعنية التي لم تضع الجمعية بخطط الإعمار. من مناطق شمال الرمادي، أحمد الحمداني، قناة التغيير.